بتكون متواتر لغايه دلوقتي رغم الاحترافيه الكبيره لحد ديت. ما اخلص يا كابتن هاني. انت بص ماتش زي ماتش مصر واللي بتاع محمد صلاح، انا هتكلم عن المصري ده، انا كان هيجي لي هارت اتاك والله. يعني في الجول الثاني بتاع محمد صلاح او جول التعادل، ولما جه فينا الجول والتغطيه العكسيه وكلام من ده كله، انا كان ما تقدرش انت ساعتها، انت سكت كمان ما مصر قدرتش يا كلها كابتن سكت. هاني. انا فعلا اقسم بالاصعب لحظه في تاريخي في اكتر من 20 سنه تعليق، اصعب هي لحظه. دي ده. انا كنت حسيت كنت هموت يعني خلاص. وبعدين انا بعلق الماتش، انت تخيل يعني انا حاطط 3 4 5 اولاد لاولاد ناس موجودين قدامي، انا مش شايف غير الحته دي، مش شايف غير ملعب الأرقام. مليان عن اخره، وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا ان احنا نفرح يعني. فلا احساس غير طبيعي. بلدك بقى، ولو رحنا غانا، وبعدين بيجي لك سيناريو لو رحنا غانا، معك عملت انت حسابها طبعا بقى لو اكتر رحنا مننا غانا و تقفل معانا الدنيا بعد المشوار الطويل ده، واحنا كمان حتى على مستوى بلدنا في الوقت ده كنا محتاجين محتاجين ان احنا نفرح. تمام. طبعا. وكوره بالنسبه للشعوب اللي زي شعوبنا وزي امريكا اللاتينيه، ودي تعتبر انت زرت يا كابتن هاني الدول دي، حياه يعني حياه بتحب بتستمتع بيها بتفرح بيها. فالاحساس ساعتها ده انا كنت خلاص مش قادر. طبعا. ولما وعدت والله يا كابتن هاني، خلي بالك انا جيت ساعتها من دولتين على اسكندريه ورجعت تاني. انا عملت حوالي 5 ماتشات في 48 ساعة. فكان كم ضغط كم ضغط رهيب. طبعا. بس الحمد لله، وشرف ليا طبعا، وشرف لاولادي ان ربنا سبحانه وتعالى حطيني على مباراة بهذه القيمة لبلدي في تاريخ. وده طبعا تاريخ، لان المعلق لازم طبعا يعرف ان ده تاريخ بيتكتب له وبيقعد ليه ولاولاده يعني. وبمناسبة أولادك، هل بيبقى دور الأسرة ليهم كمان رأي؟ يعني ممكن أنت تروح البيت ولادك يقولوا لك والله يا بابا ده انت النهارده كنت كذا، ولا يعني دور الاسره كان ايه في دوت يعني؟ طبعا الاجواء مهمه جدا جدا. هو طبعا البيت، الاسره، الزوجه، لان زي ما قلت لك هي شغلانه راحه بال وشغلانه عقل، لازم انت الاسره كلها تبقى عايشه كده. وانا الحمد لله عندي في البيت يعني زوجتي وحد من الناس العظام جدا اللي وقفوا معايا جدا في فتره المشوار الطويل دوت، ان انت ازاي تقف، ازاي تروح تعمل الشغل ده كويس، ودايما عندها الشغل نمبر 1. فده طبعا بتهيأ لك الجو المناسب جدا جدا للتركيز، جدا ولأن عارفة كمان المهمة صعبة جدا جدا.